فلامبو ان بو بارتيكولييه اون تورش انسبيري دو لا فلام اولمبيك مي ذا عصيته كمدافع عن قضايا البيئه. استأثر باهتمام الاعلام الوطني والدولي. ايوب مخلوفي ذو 28 ربيعا طاقه مغربيه في جعبتها الكثير من الافكار الخلاقه. الشباب مصدر الابداع والابتكار ويجب ان يكون رافعا لتنميه ضفتي المتوسط. واحدة من بنات أفكاره ترى النور. أيوب ابتكر بتعاون مع زملائه المهندسين مشعلاً ذكياً. هذا المشعل الكهروضوئي صار اليوم رمزاً لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول المناخ. إيمن ناسيونال ماروك. إذن لو درابو سالوم. علم المغرب يضيء كما ترون. في كل مرة ننقل هذا الجهاز إلى بلد ما يغير لونه ليتخذ ألوان علم البلد الذي نتواجد فيه، ويطلق النشيد الوطني ليرحب بنا في هذا البلد. ابتكار فريق أيوب حظي باهتمام شخصيات عالمية، من بينها الأمير ألبير الثاني أمير موناكو، والممثل الأمريكي أرنولد شوارزينيغر الذي عرف بانتصاره لقضايا البيئة. عندما أطلقنا هذا المشروع كنا نبحث عن رمز يمكن أن يعرف التنمية المستدامة والاحتباس الحراري. كنا نرغب أيضا في ابتكار شعار يوحد الشباب. نجحنا في ابتكار مشعل لايتاس الذي شاركنا به في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ COP22 الذي عقد بمراكش. ومنذ مؤتمر مراكش وابتكارنا يمثل رمز قمة المناخ. مشعل لايت آز سيرافق أيوب في رحلته لحضور COP25، رحلة طويلة سيخوضها أيوب ورفاقه في اتجاه الشيلي البلد المحتضن لهذا الحدث العالمي. الرحلة ستكون هذه المرة إيكولوجية بامتياز. أيوب وزملاؤه سيتنقلون عبر سيارات كهربائية صديقة للبيئة. الرحلة ستبدأ من منطقة كاتوفيسيا البولونية، المدينة التي احتضنت COP24، ليتواصل المشوار في اتجاه ميونخ، برلين، مروراً بباريس، موناكو ومارسيليا، ثم برشلونة قبل الالتحاق بالمغرب. العودة إلى المغرب فرصة يغتنمها أيوب الذي يعيش حالياً في فرنسا للتعرف أكثر على مشاريع بلده الإيكولوجية. المغرب كان ولا يزال ملتزماً بالدفاع عن قضايا البيئة والانخراط الفعال في مشاريع التنمية المستدامة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. المغرب انخرط في مشاريع عدة تخدم أهداف التنمية المستدامة. كنت محظوظاً بتمثيل المغرب في مختلف دورات قمة المناخ، وأظن بأن العالم يرى اليوم المغرب كبلد للمستقبل وكبلد مستدام. في كل زيارة للمغرب يصر أيوب على عقد لقاءات مع الطلبة، لقاء سيجمعه هنا بالرباط مع ثلة من الشباب المهتم بقضايا المناخ. هذا هو المشعل الذي سنقدمه في سانتياغو في افتتاح مؤتمر المناخ COP25. ما كانش شي حاجه اللي كتمنع ان الشباب يمشي جوسكو بو. ايوب سي ان اكزومبل فيفون بارابور ا سا. دونك دوكو كان عنده دي زوبستاكل، كان عنده دي زيدي، مي كانت عنده واحد الروح قتاليه الى على جوسكو بو، وفينالمون الي ايسي وان شاء الله غيكون في لاكوف 25. دونك لوي سي فريمون واحد المثال حي للشباب اللي خاص فريمون يكون قدوه لبزاف ديال الشباب حنايا في المغرب. ميناء الدار البيضاء، لحظات فقط تفصل أيوب مخلوفي عن موعد انطلاق الرحلة. عائلته حاضرة هنا لدعمه. ها
حاملا المشعل الكهروضوئي سيسافر أيوب عبر هذه السفينة الشراعية في اتجاه ريو دي جانيرو. Depuis Rio de Janeiro, nous allons ensuite prendre un bus électrique qui va nous emmener jusqu'à Santiago de Chile. حينما سنصل إلى ريو دي جانيرو سنركب حافلة كهربائية للوصول إلى سانتياغو في تشيلي. السفر عبر مواصلات صديقة للبيئة تجربة مميزة وجديدة بالنسبة لي. الرحلة ستستغرق 45 يوما في المحيط، وأنا فخور بكوني المغربي الوحيد الذي سيسافر على متن هذه السفينة. سعيد جدا بتمثيل المغرب في هذه التجربة العالمية. سعيد أيضا بمشاركتي في افتتاح المؤتمر 25 للمناخ بمشروعي لايت أس. أحلام وطموحات أيوب مخلوفي لا نهاية لها. الشاب الذي ابتكر يوما مشعلا كرمز لمؤتمر المناخ يحمل اليوم بكل ثقة مشعل تميز الشباب المغربي.